الذي يجب ان تبدا ان تعود نفسك عليه الان هو امر الحفاظ على الدرع. من اكبر المصائب التي تضيع على الناس رمضان عدم استغلاله للوقت. رمضان هو 720 ساعه، قول هتنام 8 ساعات وهتعمل او هتدرس 8 ساعات هيبقى لك 280 ساعه. بتعمل ايه في 280 ساعه؟ في واحد 280 ساعه ما بين بيتفرج على التلفزيون وما بين في دورة رمضانية وبيلعب فيها وما بين زيارة الكلام وبين وما بين كذا وما بين كذا وما بين كذا. وفي واحد حاطط نفسه جدول وانا عندي كل يوم هعمل ساعة للقرآن، ساعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة لذكر الله، ساعة لزيارة الأرحام في سبيل الله، ساعة لتوزيع الإفطار الصافي، ساعة لصلاة القيام. مقسم يوم كله الثمان ساعات العاديين كلهم عبادة. ليه؟ لأن داخل معركة لازم ينتصر فيها، لأن للأسف النتيجه الثانيه كما وعد الناس بصفه انه هتكون من اهل النار، ما تخش حاجه في النص، يعني هتكون من اهل الجنه اهل النار، ما فيش حاجه في النص، يا يغفر لك وتفوز بالجنه يا لا يغفر لك ويدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حل وسط. فاما ان تفوز بهذه او تخسر هذه. فانت كيف قلت في رمضان الماضي؟ بعض الناس يتابع المسلسل ده ويخلص كلمه في البرنامج ده، يخلص كلمه في البدايه قبل الفطار بيلعب الدوره الرمضانيه هنا، يخلص بالليل ينزل يقعد على القهوه مع اصحابه لحد السحور، يجي يتسحر ينام يفوت الفجر ويفوت الظهر. هي دي حياه. ده ايه؟ ده مستحيل يكون انسان مسلم فعلا منتظر هذا الشهر بقاله عام كامل. فاذا تحاول من الان انك تستغل الوقت برضه بانك تتدرب عليه، ما عادش تستغله برضه مستحيل هتكون دلوقتي ان انت وقت ضايع ولا حاجه في رمضان تحافظ على 8 ساعات مش هتسال. انما انت من دلوقتي ان انت تخصص نفسك مثلا اول اسبوع في ساعه كامله في اليوم، الساعه دي انا بخصص الناس انا اسعى في قراءه القران، في الاذكار، في ان انا امسك التليفون اتصل باهلي اللي بقالي فتره ما سالتش عليهم، الساعه دي في سبيل سبيل. الاسبوع اللي بعده اخليهم ساعه ونص، الاسبوع اللي بعده بساعتين، حتى ان جاء رمضان بقيت انت عندك اربع ساعات مثلا في اليوم، اربع ساعات دول طاعه الناس انا اسعى. فما نيجي في رمضان نقول لك خلي الاربع ساعات دول خمس ساعات سهل، خليهم سته سهل، مش مشكله. فاذا تبدا تعود نفسك على استغلال الوقت، خاصه ان ربنا عز وجل ما اداش الوقت ده بالهباء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ثلاث، عن ايه؟ عن عمره فيما افناه. اذا كان الوقت ده ما لوش قيمه ربنا يسالك عنه ليه؟ ربنا اداه لك ليه؟ ايه الفكره ان ربنا يديك 60 سنه تضيع كل 20 سنه مثلا في النعم؟ ده ربنا خلقك لك 40 سنه بس. يبقى اذا هو اداك ال 40 ال 20 سنه دول تخلي بطاقه العمل والنوم لهدف اختبار حاجه يقول لك كده هباء. فاذا تعود نفسك على انك تستغل هذا الوقت. لذلك الله عز وجل ذكر ابتلاءات كثيره جدا جدا تصيب الانسان في هذه الدنيا، ولم يذكر على اي ابتلاء فيها انه مصيبه الا الموت. ليه يا ولد؟ ببساطة لأن الموت من حق ربنا. فالمصيبة الوحيدة، الابتلاء الوحيد الذي ذكره الله عز وجل بلفظ المصيبة هو ابتلاء ضياع الوقت اللي هو الموت. الحياة انتهت. ليه؟ الحياة ما تنتهي، كل فرصتك انتهت. أنا طول ما في نفس موجود مهما كان ذنبي ممكن ربنا يغفر. لو كنت كافر